طيب، هذه الجلسة مستمرة وتتوالى الكلمات. كانت هناك كلمة لمندوب الصين، كذلك مندوبة الولايات المتحدة لانا توماس غرينفيلد. سنبقي عينا عليها ونتابعها تباعا. والآن معنا من واشنطن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين. أهلا بك معنا سيد حسين. العالم أجمع يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن هذا المساء سمعنا من بنيامين نتنياهو بأنه لن يوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هل سيغير الضغط الدولي من موقف إسرائيل؟ مساء الخير. أعتقد أنه الموقف الدولي أولاً عليه أن يغير في الموقف الأمريكي، ومما سمعناه من الموفدة الأمريكية في هذه الجلسة لا يبدو أنه هناك تغيير مقبل. يبدو أنه الفارق الوحيد بين يعني السياستين الإسرائيلية والأمريكية أنه أمريكا تسعى لتعزيز المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني، ولكن يعني حتى لو اتجه مجلس الأمن لطلب وقف هدنة، أعتقد أنه الولايات المتحدة ستمارس حق نقض الفيتو ولن تدع قرار من هذا النوع يمر. ولكن ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة ذكرت قبل قليل أنه يجب حماية الأبرياء والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، وذكرت أنه يجب حماية المدنيين الأبرياء إسرائيليين وفلسطينيين كذلك. برأيك حالة يعني مشاهد الأطفال الذين يقتلون في قطاع غزة وأعداد القتلى الكبير جدا، هل برأيك يمكن أن يغير هذا الموقف؟ لا شك أنه يعني هذه مشاهد مؤسفة، وأعتقد أنه حتى يعني الأصوات في الولايات المتحدة تتأسف على ذلك، وحتى الأصوات المؤيدة للحرب الإسرائيلية. على سبيل المثال بيرني ساندرز اليوم صرح أنه لإسرائيل الحق في دفاع عن نفسها والقضاء على حماس، ولكن يعني قال أنه هذا لا يعني مقتل الأطفال والمدنيين والنساء. هل تعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة لكي تدافع أو إسرائيل تحقق بها الأمن بالنسبة لها، أمنها الداخلي؟ لا، نحن يعني أعتقد أن هناك إجماع حتى في واشنطن أنه الحرب لا تحقق يعني لا تحسم، قد تنجح في القضاء على حماس، ولكن صار يعني مفهوما، وهذا ما أكدته واشنطن بالبيان المشترك مع العواصم الأوروبية، أنه الحل هو السلام، أنه سقف هذا الحرب هو السلام، بديل الحرب هو السلام، هو مفاوضات وتسوية وسلام. ولكن طبعا يعني ما يبدو انه للاسف ما نزال بعيدين عن السلام، يبدو انه ما تزال اصوات البنادق يعني مرتفعه جدا. صحيح، يعني لا نعرف حسين. متى تتراجع. نعم. صحيح، ووزير الدفاع الاسرائيلي قال ان هذه الحرب ستكون طويله ولن تكون سهله، ما هي توقعاتك؟ يعني هناك تصريحات اسرائيليه متضاربه صراحه، لانه بعض الإسرائيليين يقولون أنه لا يمكننا خوض معركة على مدى أشهر، لأنه لا يمكننا تجنيد الاحتياط كل هذه الفترة الطويلة، هذا يعني يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي حاليا متوقف. هناك يعني نظريات تقول أنه لا، هذه حرب طويلة ولا يهم يعني كيف يعني تذهب، إلى أين ستذهب الأمور. يعني أنا رأيي أنه هي ستكون مكان بين الاثنين، يعني ستحاول إسرائيل الاقتحام المباشر، ولكن في نفس الوقت قد تسرح يعني الاحتياط، وقد تستمر حرب يعني على طراز مناوشات. ليست كل الحروب تشبه بعضها، يعني توقف الطيران أو توقف السلاح الثقيل وتحولت إلى حرب شوارع ومناوشات. أعتقد أنه الصورة تختلف على الأقل يعني من ناحية الضحايا المدنيين والأبرياء في هذه الحرب. صحيح، ولكن مسألة القضاء على حماس أو إخراج حماس من قطاع غزة، هناك من يرى أنه هذه المسألة لن تتحقق، و يعني بدليل أن إسرائيل حتى الآن لم تستطع أن تحقق اختراقا كبيرا في قطاع غزة، خاصة مع وجود الرهائن لدى حماس. ما رأيك أستاذ حسين؟ يعني التاريخ يحمل كل السيناريوهات، يحمل من ناحية أنه في حرب 2006 لم تنجح إسرائيل في القضاء على حزب الله، على حزب الله صحيح. ويحمل أنه في لبنان، ويحمل أنه
في يعني الأعوام 2015 2017 نجح التحالف الدولي في القضاء على تنظيم داعش في الموصل. وفي 82 نجحت في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. هل هذا السيناريو مشابه تعتقد أم لا؟ اختلافات كبيرة. لا شك أن هناك عدد من الأوساط الإسرائيلية التي أشارت إلى هذا، يعني في مقابلة رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق مع نيويورك تايمز أشار إلى يعني بالضبط إلى حرب 82، وقال أنه يعني أخرجنا الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير من بيروت، ولكن هو أشار يعني هذه كان من باب المقارنة أنه هذا يتطلب وقتا طويلا، لأنه حرب بيروت يعني تطلبت أشهر عديدة حتى تخرج منظمة التحرير من بيروت، وإن كان تكرار عام 82 إن كان تكرار هذا السيناريو في غزة فهذا يعني أنه نحن أمام حرب ستستمر بصورة أطول، وسيكون هناك أيضا استهلاك يعني أكثر للسلاح الثقيل حسب ما حصل في بيروت في العام 82. وغير السلاح الثمن، يعني الآن تجاوزنا 8000 قتيل في قطاع غزة في و1400 إسرائيلي، وهذه المعركة ما تزال في بدايتها يقول المسؤولون الإسرائيليون، فبأي يعني الثمن إلى أين يمكن أن يصل سيد حسين؟ يعني من الصعب التكهن، ولكن إن تحولت هذه الحرب من حرب مثل ما هي حاليا معظمها يعني ضربات جوية إلى حرب التحام في الشوارع، أعتقد أنه تتراجع أعداد ضحايا المدنيين الفلسطينيين وترتفع أعداد الضحايا بين يعني المقتحمين الإسرائيليين، لأنه صارت التحامات على الأرض وحرب شوارع، فلا شك أنه عدد ضحايا الإسرائيليين سيرتفع. فحسب أينما تذهب أي إسرائيل بخطتها وبهذه الحرب وقت ذاك يعني يمكن توقع النتائج والأعداد. طيب سيد حسين، في قراءة هذه الحرب هناك من يشبه أحداث السابع من أكتوبر أو هجوم السابع من أكتوبر ما سمته حماس طوفان الأقصى بأنه 9/11 جديد أو أحداث 11 من سبتمبر بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل تبحث عن انتصار يعيد لها ما وجهها الذي كانت تتباهى به أنه هي الدولة الأقوى أمنيا في المنطقة. فالسؤال هنا الذي يمكن إجابته، يمكن أن تعطينا شكل نهاية هذه الحرب، هو ما شكل الانتصار الذي تبحث عنه إسرائيل برأيك؟ يعني طبعا فضلا عن حفظ ماء الوجه، هناك مشكلة بالعودة إلى 6 أكتوبر، لأنه إسرائيل اكتشفت أنه هذا السياج الذي كان يتم الحديث عنه على أنه سياج إلكتروني ومتفوق ويعني كل ما إلى هنالك، اتضح أنه هذا لا يحمي. فالآن صارت إسرائيل مجبرة يعني على ما نقول في العامية في المشرق أنه يا قاتل يا مقتول، أنه صحيح. يا أما هي تقتل حماس يا أما أن تراجعت حماس، يعني لن تعود حماس إلى داخل السياج لأنه هذا السور لم يعد موجودا أصلا. ولذلك نحن نرى تمسك أو إصرار إسرائيلي على أنه هذه الحرب إما يبطون على حماس وأما حماس تقضي عليهم، وهذا ما دفع رئيس حكومة إسرائيل إلى تسميتها بحرب الاستقلال الثانية. نعم أستاذ حسين، كانت لنا حوارات كثيرة في تغطية الانتخابات الأمريكية سابقا، ولكن دعني أسألك عن علاقة الانتخابات المقبلة باقي لها عام في نوفمبر 2024، وقضية الشرق الأوسط هي محورية بالنسبة للانتخابات الأمريكية. الحرب هذه تعتقد أنه ستنتهي قبل الانتخابات أم لا؟ الانتخابات الأمريكية أقصد. يعني لا، لم أجد رأي يقول أنها ستمتد حتى سنة حتى عام كامل من الآن، وإن امتدت ستكون يعني مصيبة أولا للإسرائيليين واقتصادهم يعني، وثانيا لباقي المنطقة والغزيين والفلسطينيين. كيف ستؤثر على الانتخابات؟ الرأي العام الأمريكي حاليا ليس غاضبا على بايدن، بل هو بالعكس يعني يساند سياسة بايدن، ولكن الكتلة العربية قد تؤثر في ولايتين في ميشيغان وويسكونسن، قد تؤثر تحسم، ولكن المشكلة أن الكتلة العربية إن لم تصوت لبايدن يعني لا يوجد خيار ثالث، فهي يعني عادة ما تتفادى التصويت للترامب، فهذا ما يعني يعطي ثقة للديمقراطيين أنه لا يوجد خيارات أخرى. شكرا. أنه هذا هو السياسة القائمة وسيستمرون بها. شكرا لك حسين عبد الحسين، أنت الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كنت معنا من واشنطن العاصمة.